اللي هتبقى موجودة. الخبر التاني او الموضوع التاني الغاية في الأهمية، خلاص يعني في الغالب، في الغالب مصطفى محمد مش هيبقى موجود داخل صفوف نادي الزمالك الموسم القادم، وهيخوض تجربة احترافية خارج مصر. هو هيستفيد ونادي الزمالك هيستفيد من النواحي المادية. انما لما هنيجي نتكلم على الامر من النواحي الفنية، هقول لك يا مشاري، لما هنيجي نتكلم على الامر من النواحي الفنية نقول ان مصطفى محمد الان هو المهاجم رقم واحد في مصر، ان مصطفى محمد الان هو مهاجم مصر الواعد القادم، ان مصطفى محمد الان ان شاء الله هيبقى في اوروبا مهدي، عمرو مهدي، ان مصطفى محمد الان بيمثل قوة ضاربة كبيرة جدا في هجوم النادي الاهلي، واحد اسلحه هجوم اسف في نادي الزمالك، واحد اسلحه هجوم نادي الزمالك القويه والقويه جدا. وان علشان مجلس اداره نادي الزمالك يتخذ قرار برحيل مصطفى محمد في هذا التوقيت، اوكي مفيش مشكله، مفيش مشكله، انما تحت شرطين. الشرط الاولاني انه قبل ما يرحل لابد من التأكيد بنسبة مليار في المية، مليار في المية، على ان البديل ان لم يكن افضل من مصطفى محمد، لو مش احسن منه يبقى زيه. ليه؟ علشان ما تكررش التجربة والمأساة بتاع كابونجو كاسونجو اللي راح على نادي الزمالك في انتقالات يناير في الموسم الماضي، وفضى فرغ فريق نادي الزمالك من احد الاسلحه الهجوميه المهمه جدا، واللي اثر بشكل كبير جدا على فوز او منافسه نادي الزمالك على بطوله الدوري العام الموسم الماضي. ده احد الاسباب، وليس هو السبب الايه الرئيس. طبعا السبب الرئيس راح الجوز، ده ما فيهاش كلام يعني، تمام. فالنهارده اداره نادي الزمالك، الناس اللي موجوده معانا في اللايف، لابد ان هي تعرف هم بيفاوضوا مين حاليا، او الكلام على مين حاليا، او التربيط مع مين حاليا. رقم واحد لاباكوجا مهاجم العين الاماراتي، ده احد المهاجمين البدائل لمصطفى محمد في حال ايه رحيل. ادي واحد. اتنين موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي، من المهاجمين برضو الكويسين جدا ومن المهاجمين الاكفاء جدا اللي متابعهم نادي الزمالك الفتره اللي ايه اللي جايه. صعب لاباكوجا، احنا بنقول الاسماء اللي ايه اللي موجوده او اللي مطروحه، انا بقول لك الخبر زي ما هو جاي، انت بقى متفق معاه مستغليه كويس وحش، يعني التشكيل ده ما فيهاش ادنى مشكله، يعني رايك طبعا هيبقى محترم وفوق دماغ اي حد، ده من الناس اللي بتشوفنا فوق دماغ اي حد، لان هو ده الاساس عندنا هنا، الاراء محترمه تتقال، كل واحد مفيش حد يمتلك الحقيقه المطلقه في كره الايه، محدش يمتلك الحقيقه المطلقه في كره القدم. التالت هيبقى اري بابل لاعب اول اغسطس الكونجولي، اري بابل برضو لاعب اغسطس الكونجولي، برضه هيبقى من الـ من ضمن الناس اللي هتبقى موجوده في ترشيحات نادي الزمالك او المسؤولين عن نادي الزمالك في ايه، في حال رحيل مصطفى محمد.